عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع نحل مسائل فيزياء للصف الثاني عشر العلمي منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن سنحل المسألة رقم 49 من مراجعة الفصل الأول اللي هو بيتحدث عن القوى والمجالات الكهربائية. علقت كرة نخاع بلسان صغيرة ومشحونة كتلتها عند الكتلة المنتبه بالكيلو جرام بخيط خفيف لا يمتد طرفه الآخر مثبت بنقطة ثابتة. أثر في الكرة مجال كهربائي أفقي، ما ننسى أفقي شدته كذا، هذه شدته ونحن راسمين هون موجود على الرسم. فاتزنت، إذا النقطة الأساسية فاتزنت. الاتزان معناته محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي الصفر بتأثير القوة الكهربائية والقوة الجاذبية كما في الشكل. ما نوع الشحنة؟ إذا المطلوب نوع الشحنة وما مقدارها. الخطوة الأولى بنرسم محاور الأحداثيات، محور X ومحور Y، ثم نرسم القوى ونحلل القوى إذا احتاجت إلى تحليل. هذا المحور Y وهذا المحور X، إذا المحور X والمحور Y. نرسم القوى، هاي القوة قوة الوزن وقوة الجاذبية FG اللي بتساوي ل M في G. القوة اللي بعدها قوة شد الحبل T FT. FT هي اللي بدنا نحللها لمركبتين، هي المركب على المحور X FTX، المركبة الثانية FT FTY. بنلاحظ عندنا صار ثلاث قوى FTX FTY وFG. القوة الرابعة وين بدها تكون؟ حتما حتكون في اتجاه الشرق، هي القوة الرابعة. القوة الرابعة هذه هي عبارة عن القوة الكهربائية، إذا هذه عبارة عن القوة الكهربائية Q في E. بما أن القوة الكهربائية في اتجاه المجال، إذا نوع القوة نوع الشحنة Q نوعها موجب، نوعها موجب. من هذا الشكل بما أن الكرة في حالة اتزان، معنى ذلك F T Y بتساوي ل M G، المعادلة رقم واحد، و F تي اكس تساوي ل كيو في اي، هي المعادلة رقم اثنين. اذا دراستنا حتكون كلها على المعادلة رقم اثنين. كيف بدنا نطالع اف تي واي واف تي اكس؟ بنجي للمثلث هنا والزاوية هذه 15 من هذا المثلث اللي وتروا اف تي واحد اضلاعه اف تي اكس والضلع الاخر هو اف تي واي. بنستخدم الساين والكوساين، بنكتب ساين الخمسطعش وتساوي المقابل اللي هو اف تي اف تي اكس على الوتر اللي هو اف تي، ومنه منطالع اف تي اكس وتساوي لاف تي في ساين الخمسطعش. نفس الطريقة بدل ما نحسب الساين نحسب الكوساين، بيصير عندنا اف تي واي تساوي ل اف تي في كوساين الخمسطعش. لما نطالع اف تي يعني هاي المعادلة رقم ثلاثة بنسميها، من المعادلة ثلاثة من المعادلة واحد بنطلع اف تي. نجي لهنا نكتب عنا، هلا نحن شو كتبنا في الاول؟ كتبنا اف تي واي تساوي ل ام جي، واف تي واي شو وجدناها بتساوي؟ وجدناها بتساوي ل اف تي في كوساين الخمسطعش. اذا منها نطالع اف تي اللي بدها تساوي ام جي على كوساين الخمسطعش. كتبنا ايضا اف تي واي اكس تساوي لكيو في اي، لكن نحن وجدنا اف تي اكس عبارة عن اف تي في ساين الخمسطعش. اذا ومنها منعود بدل اف تي
نعوض هذا، يصير عندنا ام جي على كوساين، سوري على كوساين الخمسطعش، سوري كوساين الخمسطعش مضروبة بالساين الخمسطعش لساننا نحن هنا، تساوي للكيو في اي. ساين الخمسطعش على كوساين الخمسطعش عبارة عن الظل تان، اذا صار عنا ام جي مضروبة في تان الخمسطعش بتساوي لكيو في اي، ومنه كيو وتساوي ام جي في تان الخمسطعش على اي. بالحساب بتطلع معنا كيو. نكون خلصنا المسألة، نعوض ننسى الام نعوضها بالكيلو جرام، وجي العجلة معروفة تاني الخمسطعش وهي عندك، يا خلاص خلصت المسألة.